تعال يا أنغام، تعال. كنت فين؟ كنت عند ماما. كدابة؟ لا مش كدابة، أنا رحت لها قبل ما أطلع على الشركة. أنا سألت في الشركة وقالوا لي إنك ما رحتيش. تكذب عليا؟ إيه؟ هتخيبي زي أختك؟ كنت فين؟ كنت في مشوار. مشوار إيه؟ كنت فين؟ مع عرب؟ بتروح العرب من ورايا؟ قولي لي الواد ده مكانه فين؟ انتهي! مش هقدر أقولك عشان عارفة إنك عايز تأذيه. وقتها تبقى بتذبحني أنا. اقتلني أنا لو ده يريحك. وعلى فكرة مش هنسى إني ما بقتش فارقة معاك، وإنك بتمد إيدك عليا كل شوية. هو أنت ليه اتغيرت كده؟ عشان بتكذب عليا، عشان الواد الزبالة ده. لازم أفوقك وأرجعك لعقلك. بابا لو سمحت هبوس إيدك ورجلك لو في شوية حب صغيرين في قلبك ليا. سيب عرب في حاله عشان خاطري. أنا بحبه ومش هقدر أشوف حد بيأذيه حتى لو أنت. الواد ده مش هتطوليه أبدا أبدا، ومحدش يكسر كلامي. ماشي قولي السبب، إنما بالعافية لأ. أنت عارف إني مستميحة، لما بتأمرها هي بتخاف وتنفذ، إنما أنا لأ، أنا لازم أقتنع. إيه العداوة اللي ظهرت فجأة العرب دي؟ ده أنا حبيته من حبك فيه وكلامك الحلو عنه طول الوقت. إيه اللي اتغير؟ أنا هتجنن. سيبيني في حالي يا أنغام، أنا مش هقدر أتكلم، بس يكون في معلومك، لو عرب ده هو الوحيد في الدنيا دي كلها مش هتتجوزيه، فاهمة؟ مش هتتجوزيه. فيو، مشاهدة أكثر، بحث أقل.